وسهلا، وصرتوا تعرفوا كل ممنوع متبوع، كل محجوب مرغوب. بكتاب Natural Healing Through Macrobiotics، هلأ هذا كتاب اليوم في العالم، وممنوع يدخل على الأم العربية، حتى المكتبات جربوا وحاولوا، بس رح وما زال معي كتاب بإيدي رح يكون بإيدكم. هلأ عم بيقول هيدا كل تشابتر كل فصل خطر كتير، بس رح أقرأ تشابتر 2 قلتلكن عنه وشفتوا إنه فيكن تتخلصوا من الأمراض بسرعة، ولكن رح فرجيكم صور. بيقول بالكلمات رح أقول: بدون طعام بين ذكر وأنثى ما فيكن تشفوا، لازم كل واحد منا يعرف الذكر والأنثى، وإلا ما تحكوا عن التغذية وما تحكوا عن الأدوية وعن أطباء. أطباء حول العالم اليوم عم بتشوف كيف عم بيصحوا من السرطان كلهم، حطوا أنتوني ساتيلارو وأنا طبخت له حب أكلنا كتير، وسكر المستشفى وقال له تعالوا عندي على البيت كلكم، كلكم بترجعوا تاكلوا ذكر وأنثى، وكل المشاكل هي بالجسد كله، ما تقول أنا معي بالكبد وأنا معي هيك، وبتصير تجيب لي ملفات شو قالوا لك كنكرشنكر فنكرتون منكرتون اختصاصي، ما في خصخصة ولا صلصة، الجسد كله مريض، تاكل حبة ثوم ضربت الجسم كله. بدكم تقعدوا تقروا. هلا رح فرجيكم صور، بس الصورة بتحكي ألف كلمة وكلمة. كل الكربوهيدرات والبروتين والفات، كل الدهون والشحوم هي اللي لازم نشيلها من جسمنا. بتنشيل ب 21 يوم، رح احكي ب 21 يوم كيف بتشيلوا كل الأمراض، سرطان، إيبولا، بتنظفوا جسمكم. وين بيكونوا هوت ليتتهم؟ وين بينحشوا؟ ليك وين ملا ابو كرش؟ ليك هيك كيف النشفافه هيك؟ قبل ما تكبروا تكبير تكبير. ليك كيفية؟ ليك كيف اوراقها؟ ليك كيف فخضه؟ ليك كيفية فلات ولو؟ وليش عندها هيك امراض؟ يعني كبايتها صغيره، زغرتها زغرتها، شفطوا ونفطوا ولفطوا وبفطوا، ليك كيف صرتي بدعم؟ مضي انه انت مسؤوله، شفطوا ولفطوا هيك بعد جمعه ماتت. هلا هاي الصور لحوي هون، هيدا قلبك وهيدا وجهك لحو، شو عم بتشوفوا؟ قلبك على وجهك من سمائهم تعرفونه، A B C D، هو الزاوية الأربعة، هودي الأربعة يلي هون وهون وبجسمك صرت تعريف، وهيدا هو القلب، هاي الـ A بتضرب هون، الـ B بتضرب هون، الـ C بتضرب هون، والـ D لحي. شو هن هالأكل اللي عم نحطن هون؟ شو عم تاكل؟ هاي كل الشحوم والدهون يلي عم بتحطها بالقلب عم بتبين على وجهك، وعلى كل وجهك صرت تعريف الكتاب Your Face Never Lies، تقرا وجهك. شيل القلبين والأجبين والشحوم والدهون والزيوت كلها مرة مرتين إذا بدك بالشهر، إذا أنت عندك بقرة وعندك معزية وعندك هيك. In general بيقول في أنواع كتير من السرطان كلهم بيعطوك إياهم هيك وهيك وهيك، بس بالحقيقة في سرطان ذكر وسرطان أنثى مثل كل شيء. بنته لجاريسون تعلمت معي عن ميتشو، بيا كان يشفي سرطان الذكر واحد بالألف، ميتشو 95% و99%، بيجوا عم بيموتوا، مش قادر أنا أطبخ لها، اعملي اللي بتعرفي، بيعملوا اللي بيعرفوا. هلا رح تشوفوا هون، شوفوا هيدي بتربطني هالمصران ينزل بالمعدة، هيدي أنثى المعدة، بيت الداء والدواء، تطلع ذكر أنثى مصران رفيع أقل ذكر، بس هاي بالنسبة لها ذكر. لحي السرطان يلي بيقعد بالمصران غير السرطان يلي بيقعد بالمعدة، سرطان ذكر وسرطان أنثى اثنيناتهم، هالسرطانات وهالأمراض كلها يلي هي ذكر وأنثى بتتعالج
90% بنفس الأكل اسمه ستاندر عادي طبيعي. ولحقوا الكتاب هون بيتمه كل يوم كل يوم كل يوم مرة اثنين ثلاثة بتاكل بأول مرة وثاني مرة وثالث مرة. لازم يكون اللي معه سرطان 70% بصحنك رز كامل. حتى اللي عايشين بلبنان ما تاكلوا قمح ولا شعير كله مضروب رز كامل. قلت لكم وين رانيا أظن بالحازمية روحوا لهم. ما تشتروا من المحلات السوبر ماركت لأنها كلها مضروبة. طاقل بالسوبر ماركت مضروبة وانت بتنضرب بتفوت بيعملوا لك كنترول وبيفحصوك لأنه عندك 20 مطحنة بدون يطحنوا. هون شو بيطحنوا؟ إيدك بتلبس للإيد السرمية بإجرك السرمية مش عراسك هلأ صارت. بس إنه عندك 4 أنياب مش قواطع ما بيأكلوا مواد حيوانية أبدا. حليب أمه بس رضعي حوله وقليل من اللبن أو الجبنة إذا حقيقة أنت عملها ببيتك أو خيك أو صديقك أو إذا أنت بدك. وبتاكل معه فجل. ما عندك فجل؟ لفت. ما عندك خي؟ عندك ابن عم. فإذا الخطوة الأولى بدك تقرأ. اقرأ أيها العربي، ما تقرأ كتب ترجمة أبدا المترجمين. كل الترجمات كلها من القواميس وما حدا مثلي كرمك. كل اللي عم بترجمه من القاموس شيلوا لي إياها. ترجمة من هالنفس، مدي النفس الأمارة بالسوق من النفس الشفافة. يلي مش هي اللي عم بترجم، هي عم تكتب بس بوحي. ما أنا إلا وسيلة بإيديك. خلقت الخلق لأعرف. وإذا أنت نايم وعليك دين مادي معنوي كل اللي عم تحكيه حرام، كل اللي عم تعمله حرام. كلنا صرنا أون دين من عدم. ليل كتير أنا منهم، ما في عندي دين لا مادي ولا معنوي. خبرتكم اللي بيسرق عندي بالبيت اللي بيعمل هيك واللي بيعمل أنت بقلبي بقول له ضلك تجي لأن شفت فيه نور. في منهم حرامية وكذابين ومنافقين وكبيتهم كلهم 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 منك بفكرة بس كلكم بقلبي. منكم اتعلمت كيف سامح وكيف اغفر وكيف اقبل. تجيني دايما الجواب يا حبيب قلبي. فإذا رح تشوفوا هالصورة يلي هلا بالكتب ممنوعة بس هيدا الكتاب منا ممنوعة. بيحكيك بالتفاصيل هون سرطان الكبد وسرطان هي وسرطان هي. بيقول لك بالكبد تاكل أكثر طحالب بحرية، بالمعدة تاكل أكثر خضر مسلوقة هيك مهبلة مش بهلة تهبيل. هلا ليك هالمصران الغليظ غليظ بنسميه بعدين رفيع سمول انتستين هيدا يونغ ذكر هيدا أكبر واسع أنت ومنروح. هلا كلنا عنا إمساك لازم مرتين على القليل نفوت وقت اللي بناكل رز كل يوم قبل ما ننام بنفوت على الحمام وبس بعد ما نقوم الصبح ورجع على الحمام. بتفضي هون بيقعدوا أكتر شي السرطانات بالزاوية وهون وهون كلهم 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 كلهم. هيدا سمول انتستين ملعون كتير هيدا القولون. فإذا اللي عنده سرطان بالمصران نوع من البذر الواحد بس اسمه شافي الكلى كانت تطلع بلبنان بس أحلى شافي الكلى عندك بالسودان. وقلت لك بيجي ماشي مني بحاجة أبدا تعطيني شيء. بتشيلوا يا أمة العرب بتشيلوا الـ FDA من الأم العربية؟ لا ما بيجي. أنت عندك سرطان وأنت وأنت وعائلتكم كلها وكلكم عم بتموتوا أموات بعد ما اندفنتوا يعني بتتحكموا بأمريكا اللي عم تقتلكم بتروحوا لعندها. نعم هون بدكم تعرفوا شو هو الأكل. هذا بهالشابتر محطوط. هلا شو بدي آكل؟ صرتوا تعرف دايما حنطة كاملة نزع القشور خطوة إلى القبور. يعني هالحضرة اللي عم نعملها ما في زملة كتاب تروحوا أي مطرح. ترويقة من عبكرة كاشة رز
إذا أنت قمحاتك من عندك قمح مضغ 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 مضغ. حب شوي تتعصل، حط حبتين تمر. إذا ما في سلطة حط حبتين عدس، إذا مش عدس زبيب تين مجفف، كلهم هو موجودين عندك. نعم، كل يوم 3 مرات بدك تاكل على القليلة طحالب بحرية، اللي عنده سرطان شوربة ميزو كمان عنده سرطان 3 مرات. وبدك تشوف السي ويد منين بدك تجيبها، كان أحلى طحالب بحرية بهالكرة الأرضية بليبيا، 12,000 كيلومتر وبعدها ريحتها. وقت قال لي رئيس جمهورية أمريكا، قال لي بدي أخذ ليبيا هيدي كلها تشفي أمريكا. قلت له ليش مش العالم يعني، إنه ما أنا عم بطبخ لها. بس أمريكا يلي هن بدو إياهن للي مع الحاكم، وقت اللي شفي بسرطان خده هيدا مطرح صعب كتير، راح كندا وقال لهم صحيت من السرطان بحس كل يوم بأكل دجاج. ميتشي قلت له هيدا، قال لي يحكي ويعمل اللي بده اياه، انت كوني انت صادقه شو بدك فيه؟ اذا ما قال لهم هيك بتوقع الاقتصاد بكندا. وبهولندا اكبر كذاب، لو ما فات على الحبس كذا مره، دفعت عنه الوف ومئات الالوف ما تروحوا لعندهم ابدا. ولا اوليفر اللي بلندن، ما تدرسوا اي بلد اوروبي لحوي عندكم، وفينا انطوى العالم الاكبر ومما يليك الكتاب خير جليس. ولو اللي قاعد مع النبي ومع الإمام علي ومع المسيح ومع بلبنان 5 فصول وعنا الكتب، وما تروحوا لمطرح وما تصدقوا حدا عم بيعلم ميكروبيوتيك أو بيعلم يوغا أو بيحط إيده عليكم. كل اللي عملوا مساجات معي أنا إلي معهم مصاري، وكلهم لزبيان وجاي وهودي ممنوع يحطوا إيدهم، مش لأنهم هناك ما فيكم تطبخوا حتى، ما عندكم طاقة ذكر أنثى. فيكن ترقصوا، فيكن ترسموا، فيكن. واحد شافني قال لي مريم أنا جاي بالفرشة بس بأوضة النوم، يا حبيب قلبي أنت في إشي ما فيكن تعملوها، خلص راح الميزان منك، أكلك مثلك، ولا فيك تسوي شعر ولا شيء. عد تكتب، عد تقرأ، أهلا وسهلا فيك لعندي. فيكن عم هلأ سؤال إنه أنا جاي وأنا مستحي من حالي، لما تستحي من حالك مثل ما أنت، قبال نفسك وحب نفسك مثل ما أنت. أبداً أتيت وتم مكارم الأخلاق مش جسدية، الإنسان بدون أخلاق ليس إنساناً على الإطلاق. أنت جاي أنا لزبيان، أنت معك سرطان أنا معي إيبولا، أنت معك هيك. اليوم قال الإمام علي من زمان وقبل من ملايين السنين، يا أشبه الرجال والنساء، لا المرأة مرأة ولا الرجال رجال. خلاص قد ما فيكم ما تاخذوا أي كتاب ممنوع وشايلين منه الصور. هلأ هون بدي فرجيكم، نحنا بلبنان 5 فصول بين الفصل والفصل، في صيف تاني ربيع وفصل مثل ما هي. ونحن هال4 فصول وين ما كان، يلي شتى وربيع وصيف وخريف، لحن بال4 زوايا اللي فينا. فإذا كل حسب الفصل اللي أنت فيه، عنا برد كتير كل شوربة، أنا شوب عندي كتير كل سلطة، بس ما تشربوا مي مسقعة، ما تحطوا ثلج على السفرة، بيجلد وبيجمد كل الأويلز والفاتس، الزبدة والدهون والشحوم. ما تاكلوا الفاكهة يلي للحيوان مثل الموز الكيوي. انتبهوا، نحنا شو بتطلع فواكه بلبنان بدون ما نستوردها. فيك تشرب خمرة، أنا مني معه ضد، بس مع الميزان. مرة قالوا بأمريكا
كيف في عندكم أحلى مبيد بالعالم؟ لا منه أحلى، لأنه في مبيد منيح كتير، بس مع المبيد فيك تاخد جبنة، بس أي جبنة، خبزة وجبنة ما بيعجبني، خبزة وزيتون أحلى ما يكون. رجعوا لأهلنا شو قالوا، نادراً ما تلاقي جبنة كانت بصغرته تنورين بجنون، يبقى شوية شنكليش هيك، تبقى أمي مرة مرتين بالشهر بتحط راس شنكليش على السفرة. أنا بس يكون رفيق لحواليك معي وين بدي يعمل يزرع، تطلع فيه إذا أنا بدي مد إيدي. من 5 سنين يعني تشيل شقفة لجدي بي بي، تاني وحدة أصغر شوي لبي، لأخوتي الصبيان، للتيتا ما آخر شي، ويلي بيخدموا معنا بالبيت نعيط لهم عمتي وإيزابيل. إيزابيل معنا بالصفرة، فكرها عمتي، صرفوا هي من عمتي بس أرمانية، حتى بي تخدم معنا بالبيت وصارت عمتي، وجوزت من عنا من البيت وإيزابيل كمان. بعدين تحط لي أمي هيك شقفة صغيرة وتبرم هيك البرمة وتحط شقفة فجل زيادة عن الكل. أول شيء لأنك أنت صغيرة ما لازم تاكلي جبنة، بس طعميتك شقفة لأنه بتصيري بدك تاكلي، وأخوتي يقول لي إحنا أكلنا جبنة أنت ما أكلتي. مين كان يعلمها لأمي تعمل هيك؟ بي. بس ما تفهم ليش، كان أمي مع سل وبي تجوزها وقالوا له بدك تاخذها ومع سل وبعدين منا أرمانية وهيك. طعميها فشك بقر وبطاطا، فشكة البقرة. قال بتطلعي لعند هودي البدو العرب يلي بيتنوا ريل هونيك بتصحي. جينا على بيروت كل يوم لحمة، كل يوم جبنة، بعدين اجت مشروبات الغازية، قنيني وحدة تحط شوي 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 شوي، وبي يضربنا ويضرب أمي ما يفسر ليش. بي اندبح قدامه وهو عمره 3 سنين مثل ما عم بيصير هلا، يبرزق عينيه برزوق. فإذا بدك تدرس، بدك تقرأ، بدك تعرف إنه كل الأمراض و21 يوم يحيي العظام وهي رمي. المضغ التياب تكون مش ضيقة، شيلوا له الفلات، وتحمم 5 مرات بالنهار قد ما إنك مجوي. انتبهوا، وفروا المي انتوا على النهر، زرعوا شتلة إذا فيك كل يوم. أنا الوحيد اللي شغلة اللي عملتها منيح يا بشار الأسد، بدك تتجوز بتزرع تنقول 100، بدك تطلق بتزرع 1000. وأنا حكيت بيو قبل ما ترك جسمه، قال لي خلص اتس تو ليت، تأخرت وهيك وهيك. قلت له ما أنا عايشة مع فلان وبيبعتني لعندك. فإذا إذا بده يموت هلا، في رجال بده يموت، قال لي أنا عارف حالي، وهو من الموحدين وكان مع كمال جنبلاط، قال لي بس بحب موت هيك، بلغت للموت. ولاده دغري اجوا لعندي، اعطيتهم كتب، اعطيتهم هيك، اعطيتهم هيك، بس رميت مجوهراتي للخنازير. ما عم بقدر اقرا هلا لاني مشغول، ما عم فيني اعمل هيك لاني هيك، ومرته تقري وبتعرفي وهيك، ما عم بقدر لاني عم بستقبل ناس جايين قال يودعوه. استودعكم الله حيث لا تضيع ودائعه. فاذا اللي ما بيقرا ما في امل ابدا. بدك انت تقرا، انا بعطيك الكتاب بس ما بقرا عنك. انتبه. هلا هاي صوره مهمه كثير تشوفوها. دائما في واحد هيدا وارمني، كيرليون اسمه، حطوا كيرليون فوتوغرافي. كان يصور الإنسان قبل ما يموت، يعرف أي متى بده يموت وين وكيف وأي متى وكيف كل شيء ولوين رايح. لحي 1 2 3 4 5 6 7 وأنت هون بالنص. مكنة التصوير اللي معه بتصورك، بتصور
محور اللي جوا وبرا الدائرة والمركز، وبيشوف وين بده يكون هالمرض عندك ومنين جاي، من جدك، من حتى سابع جيل، سابع جار، منين جاي؟ من جيل بيك، جيل أمك، من جيل هذا اللي كنت عم تسمع له، منه أي كوكب، من حتى سابع جار كان يصبره ويقدر يشوف. بس كلهم قالوا عنه مجنون مجنون، ما حدا يصدقه. أمتى بلشوا يصدقوا؟ لما مات ولما إجا العلم، وبلشوا العلماء بروسيا يقولوا كيرليان معه حق. هلا مين بيقدر يشوف؟ مين شكوش بيعرف؟ وقت شاف قال لي مع هيك 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 هيك، وفي بإصبعها هيك 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 هيك، كتبت وهي مرت رئيس جمهورية أمريكا. قال لها هيك بتموتي وابنك هيك بموت، هيك بيصير فيكم، وهيك عندك بإجريك، بتتجوز واحد تاني وهيك رح تعملي فيه بولاده. قال لها صوفيا لورين فيت تبعيتها، وما طلعت بريجيت باردو بقمة المجد وقمة الجمال، قعدت مع الحيوانات، عرفوا شافوا إشارات. هلأ ما في لزوم يكون عندكم حدا مثل ميتشو أو غير ميتشو، أنت فيكم تعملوا وقت تطلعوا بالمراية ميرور جيزينج، بيكون أكلكم سليم وبتشوف. كان يقولوا عنا بالضيعة، ما بقى إذا بيقولوا عندكم، هيدا ما بيشفق بعد من منخاره لأنه عايش بالضيعة وأمه شيخة. هلأ أكلكم تطلعوا، إذا عم بتشوف منخارك يعني فيك تعيش أكثر من 9 أشهر من الجهتين، من هون أو هون أحلى، أنا هون أبعد بشوف من هون، هون أبعد من هون. كيف فيك تقويها؟ بالكتاب تقرأ وتعيش اللي عم تقرأه هون، بلغ الآية. مش المهم تسمع، تسمع وتحفظ العمل به ثم نشر. هيدا منفوخ من هون، هيدا منفوخ من هون، هيدا عنده هون تحت عينيه، هيدا عنده تحت عينيه. بعثوا لي صورة آخر واحد يلي رمي على ناجازاكي وهيروشيما القنبلة. شيطان. لو تشوفوا شو في تحت عينيه. دعيت له قلت له سامحنا وهيك وهيك. رح بقى سامحوني. كان يجي الرجال اللي عندي بأمريكا اسمه جاك. الحيوانات تهرب، جاك شو معك؟ معي بارودة. بتشيله في المنهم، روح شيله. شيله، اجا. مريض نفسيا هيك وهيك، أهلا وسهلا. هي فرشتك. ما يقبل حدا يحممه إلا مريم، قال له أنا ما بقدر. كون معي شباب، لأنه المغطس عندي منه برم هيك، وبدي حدا يساعدني. ما يأمن لحدا غيري. لا بدك تأمن نفسك، كن عندك ثقة بنفسك، بصير عندك ثقة بكل شيء، بالحجر بالشجر. شايف كيف بناكل وكيف هيك، وصار يرتاح وصار يرتاح وينام عنا وهيك وهيك. وبعدين كل جمعة جمعتين اللي روح لعند بيك، روح لعند خيك، روح لعند ولادك، ونشوف شو نعطيه، شو اجينا نعطيه عطر، نعطيه أكل، نعطيه هيك، مش مصاري، ويروح. بعدين قال لي بتعرفي منو ابني؟ قلت له لا. قال لي هو اللي رايح يعمل الحرب بين الكويت والعراق. هو الإسلام. قلت له هاي البيت اللي عم بيطعميك مسلم سعودي، هو اللي عم بيصرف علينا. بتقول له هيك 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 لابنك. رايح تقتله وهني اللي عم بيصرفوا على بيا ابنك. قال له ايه بس انا هيدا دوري، هيك جاوبني. قلت له حكايته، تعال هون. إجا شافنا كيف عايشين، وشو عم نعمل بابنه، ببيه، كيف منحممه، كيف هيك كيف هيك. قال لي إذا أنا رحت رح يروح غيري، قلت له حط غيرك وبتقول له شو عم بيعمل. ما قبل. ما بعرف ليش كنت أنا كل يوم غسل له ثيابه ولبسه وكل شيء وهيك. النهار اللي رايح عند هيك مغسلين ثيابه، غسلته. قلت له خذ ثيابك معك، وهي قنينة عطر بتاخذها معك، وهي أكل بركي جعت بكرة وما جيت. وراح تحط العشاء، تعشى مع ابنه وولاده، ورش عطر بالبيت،
نايم معه. اجى ابنه لعندي قال لي انا ما رح اروح، بس اللي رح يروح انزع مني. لما انا مع بوش كنت قاعده وكنت بدي اسمم له، هيدا كان يجي لعنا. اثنيناتهم عملوا حروب لانه انعاشوا بتكساس وكل الوقت ياكل كل واحد بقره بقرتين ثلاثه بالسنه اذا مش اكثر. يلي ذبح البقره ذبح حيه. رجعوا الى قصص قابيل وهابيل. انتبهوا، العقل السليم بالجسم السليم مين عم بيصدق هالمره؟ بكره بس موت. شو كانت بتفهم؟ شو كانت شاطره؟ بس هلا كلهم 100% بيطعنوني بظهري. المنيح رجع لامريكا. خبرتكم ثلاثه بيجوا لعندي على البيت وشفتوا شو عملوا وسامحت وغفرت. فاذا العقل السليم بالجسم السليم، الكتاب موجود وانت السائل وانت المسؤول ولجسدك عليك حق. المسيح عم بيقولك كل لحظه هذا هو جسدي وهذا هو دمي، خذوا كلوا هذا هو جسدي واشربوا هذا هو دمي. يعني مي هو بركه للعهد الجديد. الان العهد الجديد، الان موت وقيامه، موتوا قبل ان تموتوا.